السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، آخر مستجدات فيروس كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة اليوم الاثنين 8 يونيو 2020. فبالنسبة للحالات المؤكدة الجديدة فقد تم تسجيل 78 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 8302. أما توزيع الحالات 78 فقد تم تسجيل بكل من جهة مراكش 30 حالة لمخالطين في بؤرتين، الرباط 28 حالة من بينها 18 حالة لبؤرة. جهة الدار البيضاء أصطاد 10 حالات، وجهة طنجة تطوان 4 حالات لمخالطين، بني ملال حالتين، الجهة الشرقية كذلك حالتين، وحالة واحدة في جهة أخرى. أما بالنسبة لحالة الشفاء ولله الحمد فقد تم تسجيل 44 حالة بمعدل شفاء بلغ 89.2%، ليصل العدد الإجمالي إلى 7408. أما بالنسبة للوفيات والحمد لله فلم تسجل أي حالة وفاة، ليظل العدد الإجمالي 208 حالات بمعدل إماتة 2.5%. وبهذه التحاليل التي أجراها المغرب وكثرة المبعدين فقد أصبح المغرب الأول في دول شمال إفريقيا من حيث عدد التحاليل. نتمنى الشفاء للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.